تحية نضالية معكم أستاذ عثمان الرحموني عضو التنسيقية الوطنية للأساس دواء وطور الدعم المفروض عليهم التعاقد، وأستاذ موقوف عن العمل من بين يعني ما يزيد على 560 حتى 600 موقوف على الصعيد الوطني. نتحدث على 118 موقوف على صعيد الجهة ديال الدار البيضاء 16، 55 منهم الأساسيدة أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. التوقيف تأتي في سياق النيل من نضالات الشغيلة التعليمية بعدما يعني فجرت معركة للتاريخ، معركة من أجل إسقاط النظام الأساسي الذي يعد نظاما أساسيا خارج الوظيفة العمومية، من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. إلا أن التعاطي ديال الدولة في شخص الوزارة في شخص مؤسساتها كان نفس التعاطي المعهود بالقمع بكل ألوانه. اليوم قمع من مستوى ديال توقيف الأساسيدة وتوقيف الأجور ديالهم، بالإضافة إلى المحاكمات التي لا زالت السارية ديال الأساسيدة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. هنا كيبان على أساس أن هاد المسؤولين في هاد البلاد لا يكترثون بتاتا لشيء اسمه المدرسة العمومية، ويتشدقون أو يحاولون يعني أن يطلق شعارات رنانة تتعلق بمصلحة المتعلم، في حين أن اليوم يتم إيقاف ذاك الأستاذ اللي المفروض أنه يكون في القسم دياله. وأين هي مصلحة المتعلم هنا؟ يتم تفكيك الوظيفة العمومية والاتجاه نحو خصوصة التعليم، بيع المدرسة العمومية والحديث عن مصلحة التلميذ. هل مصلحة التلميذ ترتبط بخصوصة التعليم وبفرض رسوم على هذا المتعلم كما خصصت الصحة؟ واليوم كنشوفوا النضالات ديال شغيلات الصحة حتى هي من بعد ما تم يعني البيع ديال أي حاجة في هذه البلاد، من بعد ما تم يعني الإقبار شي حاجة سميتها العيش الكريم بالرفع في الزيادات الصاروخية في الأسعار وفي المواد الأساسية، يتم الاستهداف يعني ديال الخدمات الاجتماعية على رأسها التعليم والصحة، ضرب الوظيفة العمومية. يعني المجمل اللي يمكن قوله هو أن المغرب اليوم أصبح من شعب بدون وطن بهذا المعنى. ها هو الشعب يرزح تحت وطأة مخططات اللي هادفة إلى تسليع وتبضيع يعني كل شيء في هذه البلاد، والدفع به إلى 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 الهلاك وإلى العيش تحت أقدام من يملكون ومن يسودون ومن يحكمون. هذا مستوى أول. إذن شكلنا اليوم هو استمرار أولا في معركتنا النضالية وتحدينا الواقع الحضر، هذا الحضر النضالات اللي يتم حضرها بكل الوسائل، لا سواء الاعتقال ولا المحاكمات ولا السرقات من الأجور. اليوم توقيفات العمل وتوقيف الأجور ديال الأساسيدة، إلا أن الشغيلة التعليمية هي تتحدى هذا الواقع وتستمر في معركتها دفاعا عن حقها وإيمانا منها بعدالة هذا الحق بعدك، لأن لو لم تكن مؤمنة كنت خلت عليه بأول منعرج. لكن الدولة بالرغم من كل هذه الأساليب إلا أن استمرار شغيلة اليوم من بعد التوقيفات اللي كنشوفوا شكل الأسبوع اللي فات وشكل اليوم، ومازال الأشكال النضالية قادمة في المستقبل وعلى الصعيد الوطني كذلك. فهذا هو رسالة على أن هذه الشغيلة التعليمية فعلا متشبثة بحقها العادل والمشروع، بالرغم من أن حتى ذاك الأجر اللي كيقولوا اللي كيتهموا الأساسي دراهم كيهمهم على الفلوس وكيهمهم، لا هم وقفوا لهم الأجر ديالهم، مع ذلك مستمرين في المعركة النضالية، لأنهم يدافعون على مدرسة عمومية، يدافعون على وظيفة عمومية لهذا الجيل والجيل القادم. إذن فقلت أن هذا النضال هو نضال لا ينفصل على عموم نضالات الشعب المغربي ولا قطاعات الأخرى، لأن الواقع ديال الاستهداف اليوم لم يعد يستثني أحدا، ماشي الأساسيدة اللي واكلين العصا بهذا المعنى، الناس ديال الصحة واكلين العصا، الخدمات الصحية يرثى لها، التعليم العمومي يرثى له. إذن كل هاد السياقات إنما السبيل إلى تحصينها هو النضال، وأن هاد الآلة القمعية بكل تلاوينها وكل المؤسسات، لأننا كنشوفوا الداخلية كتعتقل، وزارة ديال التعليم كتوقف على العمل، القضاء كيحاكم، المالية كتقتطع، جميع المؤسسات الهدف منها هو ضرب هاد النضال، تسخيرها لضرب هاد النضال، والنقاش ديال حقها هاد الحكومة واش هي الفاشلة في التدبير أو لا هي المسؤولة. تعاقب الحكومات على تاريخ المغرب يعني الحديث كان كل حكومة تنزل نفس المخططات، المخطط ديال التعاقد جاء في الحكومة السابقة، سهرت على تثبيته هذه الحكومة في هذا النظام الأساسي الجديد
والحكومات السابقة جاءت بمخططات أو أشارت للتعاقد في 99. إذن تعاقب الحكومات لا يغير في الواقع ديال الاستهداف من شيء، لأن الاستهداف جاي من مديونية المغرب وتبعيته للبنك الدولي والمؤسسات المالية الأجنبية. داك رهن المغرب للمؤسسات الأجنبية هو اللي خلى لنا التعليم يتخوصص، هو اللي خلى لنا الصحة تخوصص، هو اللي خلى لنا الأسعار يرتفعوا، هو اللي خلى المغربي ما قادرش يعيش في هذا المغرب، إما يلجأ للقوارب الموت وإما يعيش هنا تحت القمع والتشريد. اليوم بالإضافة إلى هذه الاستهدافات ديال الخدمات الاجتماعية، هناك استهداف خطير اللي كيتجلى في التوقيفات وفي المحاكمات، واستهداف ديال الحرية النقابية ديال الشغيلة ككل وديال الطبقة العاملة في المغرب، ديال أن هاد الأساسيدة اللي وقفناهم كنعطيو بهم العبرة، ديال أي واحد كيشتغل في شي ظروف اشتغال قاسية ما يخرجش يناضل، وإلا خرج غيكون مصيره الطرد، غيكون مصيره توقيف الأجر، غيكون المصير ديالو المحاكمة. إذن هاد الدولة المغربية تخرق كذلك حتى حق كوني اللي هو الاحتجاج والإضراب والنضال. إذن هي ترسانة كلية متكاملة، الهدف منها هو التركيع هاد الشعب الأبي والعصي على كل التركيع وتبضيع كل الخدمات الاجتماعية.